أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بأول حلقة من برنامج أبطال الكتاب. أنا اسمي عزار وأنا كتير مبسوط أن أكون معكم بهذا البرنامج. بالكتاب المقدس في كتير شخصيات كانوا أبطال بالإيمان وبالفعل كمان، ونحن رح نكون عم ناخد كل أسبوع شخصية نحكي عنها، نسألكم بعض الأسئلة. بس بالبداية بدي أعرفكم على صديقتي كارين. هاي عزار. هاي كارين. هاي كتير كبيرة لمشاهدينا، أنا كتير مبسوطة معكم أنه اليوم عم تكونوا عم بتشاهدونا بأول حلقة من أبطال الكتاب. أبطال الكتاب هو اسم على مسمى. بكل حلقة رح نكون عم ناخد شخصية كتير مميزة من الكتاب المقدس. رح يكون عنا عدد من الأسئلة من 1 لـ20 بتشاهدون على الشاشة. يلي عليكم تعملوه هو أنه تتصلوا فينا، نقوا رقم، نحن رح نسألكم السؤال وإذا ربحتوا وإذا جاوبتوا صح رح نكتب اسمكم على الورقة ونحطها بالسحب لنشوف من هو البطل بنهاية الحلقة. وأكيد رح يكون عندكم الفرصة أنه تكونوا عم تربحوا بكل أسبوع جايزة أسبوعية، وينزل اسمكم بالسحب شهريا لتربحوا جايزة كتير قيمة. كرمال هيك مشاهدينا اتصالاتكم رح تزيد نسبة الربح لإلكم كل أسبوع وبالجايزة الشهرية. هلأ خلينا نشوف شو هن جوائزنا بهذا التقرير. لكل الفائزين معنا بأبطال الكتاب جوائز أسبوعية عديدة بانتظاركم: لاب داسك، سمول جيم بورد، آيبود شافل، وميموري فيديو كام. أما الجائزة الكبرى لها الشهر فهي تابلت أندرويد. وفي حال كان البونيوس من نصيب حدا منكم فجوائزنا إلكم هي بوكيت فوتو فيور، الكتاب المقدس المصور، مونوبولي الكتاب المقدس، ماجنت ساينس، والكتاب المقدس بالصوت على سي دي. شيء عزار مش انه نحن نشارك بالبرنامج، اهم شيء نكون عم نقرا بالكتاب المقدس كرمال نقدر نجاوب على الاسئله ونعرف من هي الشخصيه. اصدقائي شخصيتنا لليوم هي يمكن اغلبكم سمعان عنها، هي النبي دانيال يلي موجود بالعهد القديم. لتقدروا تعرفوا اكثر يلي عليكم تعملوا هو انه تروحوا هلا ترقدوا تفتحوا الكتاب المقدس بالعهد القديم بسفر دانيال وتقروا من اصحاح 1 لـ 10. صح مشاهدينا، الأرقام الظاهرة قدامكم صار فيكم تتصلوا معنا وتشاركوا وتزيد نسب ربحكم بالجائزة تبع اليوم. كارين، يمكن من 1 لـ10 أرقام كتيرة وكمية كبيرة، بس نعرف أصدقائنا أنه بالأسبوع في عنا 7 أيام، وإذا بنقرأ شوي 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 رح نكون عم نقرأها كلها. شو رأيك كارين تخبرينا شوي عن شخصية اليوم؟ أكيد، بما أنه اليوم حكون عم نحكي عن دانيال، أنا الشخصية كتير بحبها وكتير بتعلم منه. دانيال هي كان من عائلة داود، وكان بوقتها في حرب بين مملكة دانيال وبين مملكة بابل، وبوقتها ملك بابل أخذوا لدانيال ولرفقاته حطوهم بالحبس. بس مع أنه دانيال كان صغير بالعمر، بس لأنه كان يحب الله وعن جد كان ضله عم يتابع وصاياه، الملك كتير ميزه. وإذا منلاحظ أنه تميز كتير عن باقي السجناء يلي كانوا معه بالحبس. صح، الملك بهديك الوقت ملك تبع بابل كان اسمه نبوخذ نصر، يلي هو أسر دانيال رفقاته وأخذهم لعنده. وقتها طلب معين كامل خادم أنه يكونوا دول أشخاص عم بيتعلموا اللغة تبع البلد يلي هي اللغة الكلدانية، مش بس اللغة، كانت عالم الكتابة والحكي كمان. وهذا الشيء أكيد كان كتير صعب، يعني أنا إذا بدي أخذها حالي، إذا أخذوني من عائلتي ومن رفقاتي وحطوني بمحل جديد ما معي خبر فيه، أكيد رح يكون صعب علي أتعلم لغة جديدة. بس دانيال لأنه كان عن جد بحب الله واتكل عليه قدر يتعلم اللغة بوقت كتير سريع. صح، أكيد أصدقائي ومشاهدينا، الإنسان يلي بيعيش مع الله الرب رح يكون عم يساعده، رح يكون عم بميزه بكتير اشياء ويعطيه كتير احسانات وكتير بركات. بتعرفي شيء؟ دانيال في احد القصص عنه عن اصدقائه، الملك امر بيوم من الايام انه هدول الاشخاص الاربعه اللي هن دانيال وشدرخ وميشخ وعبدناغو اصدقائه دانيال، طلب منهم انه يوقفوا قدامه، يعني يوقفوا قدامه انه يكونوا جاهزين لحتى يحكوا معه للملك، شو ما يساله يجاوبوا، شو ما يطلب يكونوا عم يحكوا قدامه، اللي يسألوا الملك يكونوا هن دايما جاهزين لحتى يحكوا. وكمان طلب منهم شغله كتير مهمه، وكان وقتها رئيس الخدام هو راح لعندهم وقال لهم انه لازم ياكلوا نوع معين من الاطعمه، كان الملك وقتها امر انه كل السجناء يكونوا عم ياكلوا منه، بس دانيال ورفقاته ما قبلوا. ليه قولك؟ انا بظن يمكن بهذيك الايام
دانيال واصدقائه كان في بعض الاكلات يلي مش لازم ياكلوا منها، واكيد انه الله كان قايل لدانيال واصدقائه انه ما تاكلوا من هيدا الاكل. مزبوط، وقت الملك كان يقول للسجناء يلي عنده ياكلوا كرمال يضلوا بصحه كثير قويه، اوكي، ويضلوا محافظين على صحتهم كل الوقت، بس دانيال ورفقاته كانوا عارفين هيدا الشيء ورفضوا انه ياكلوا لانه كانوا متكلين على الله، وعرفوا وقالوا له للخادم انه هن حيضلوا ياكلوا ذات الاكل تبعهم، ووعدوه انه وقت يظهروا من هول العشرة ايام اوكي رح يضلوا بذات الصحه يلي هن كانوا فيها وطلعوا احسن. صح، مشاهدينا هيدا اللي صار. بعد 10 ايام من هيدا الحادثه طلعوا دانيال واصدقائه بصحه كثير منيحه وشهم كثير حلو، ومش بس هيك، بيقول الكتاب المقدس انه كانوا اذكى واحسن بعشر اضعاف من غيرهم اللي كانوا موجودين. يعني الملك شو كان بيسالهم شو كان بيطلب منهم، كانوا عم بيعرفوا اكثر من 10 اشخاص، 10 اضعاف من الاشخاص اللي كانوا معهم. مزبوط، وهيدا كثير بيعلمنا انه عن جد لما نحن نكون متكلين على الله بكل شيء بنعمله الله رح يميزنا وهو يلي حينجح طرقنا، حتى لو كنا بوقت كثير صعب عم نقطع بوقت كثير صعب، حتى لو كنا منعزلين ما في حدا حدنا، اذا الله معنا عن جد نحن رح نكون احسن من الباقيين. أكيد. ورح نتميز. وبناخذ هلا معنا اول اتصال. الو 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 هاي كيفا؟ هاي اهلا. مين عم بيحكي معي؟ ناهل. ناهل من وين يا ناهل؟ من سوريا. ناهل من سوريا؟ شو عائلتك؟ شواح. ناهل شواح، من وين من سوريا يا ناهل؟ من لاذقية. من لاذقية، حلو. كيف الاجواء عندكم هلا؟ قرب الشوب شوي هيك اوكي. بدي اياك يا ناهل تختار رقم من 1 لـ20. لعبتنا هي انه بدك تختار رقم، كون عم بسألك سؤال وانت بدك تعرف تجاوب. اوكي؟ رقم 7. رقم 7. خلينا نشوف السؤال على الشاشة. سؤال رقم 7 بيقول: دانيال طلب من ملك انه يجعل اصدقائه رؤساء على اي ولاية؟ بدي ارجع اعيد لك السؤال. دانيال طلب من الملك انه يعين اصدقائه رؤساء على ولاية من الولايات اللي كانوا ببابل، فأي وحدة؟ خلينا نعطيها احتمالات. بيروت، بابل، بغداد، باكستان. بابل. معك 25 ثانية. افتكر جاوب. فيك تعيد الجواب؟ ثالث، بابل. رقم 3؟ بابل. خلينا نشوف جواب. اوكي، وجواب صح، رح ينزل اسمك بالسحب بنهاية الحلقة. تابعنا بليز لحتى نعرف مين رح يكون البطل تبع حلقة اليوم. واكيد ضلك عم بتتابعنا لاخر الشهر لانه كمان رح ينزل اسمك بالسحب الشهري كرمال تكون عم تربح الايباد. صح، يا ريت انا في اربحها صراحه. كارن ما فيك تشاركي بالبرنامج انت؟ اقول لك اذا طلبنا من المخرج يخلينا يدق بقبل. مبزر، كيف رح ندق نحن على الهواء؟ اوكي مشاهدينا، كنا عم نحكي عن دانيال واصدقائه بالحكمه والمعرفه اللي تميزوا فيها. بتعرفي كارن، مثل ما كنت عم تحكي انت وتقولي لي انه الله بيعطي النجاح بالظروف الصعبه، مهما كان الظرف عم نعدي فيه. يمكن في كثير منا هلا تركوا بيوتهم، خاصه بسوريا مثلا، تركوا بلدهم راحوا على غير منطقه. ما تخافوا، صلوا للرب واتكلوا على الله، هو رح يعطيكم النجاح وين ما كنتوا. عنا اتصال جديد. الو. اهلا. مسوار، مساء الخير. الو. الو، تفضلي، عم بسمعك. ايه عم بسمع. شو الاسم؟ الو. الو، تفضلي، عم بسمعك. ايه عم اسمع. شو الاسم؟ كريستينا. كريستينا، شو العيلة يا كريستينا؟ عيسى. من وين حضرتك؟ نعم. من وين حضرتك؟ أنا من سوريا بس هلا بلبنان. أوكي. قديش صار لك بلبنان يا كريستينا؟ ألو؟ إيه نعم عم بسمعك، قديش صار لك بلبنان؟ شهر. شهر. قديش عمرك يا كريستينا؟ 12. 12. كريستينا اكيد عندك هوايات هيك بتحب تعملي شيء، شو هوايتك؟ الرسم. انا بحب العب طابه، شو هوايتك انت؟ انا بحب ارسم. برافو. الرسم حلو، عندك معناتها مخيله كثير كبيره وعندك تفكير حلو وتشوفي اشياء يمكن نحن ما بنكون نشوفها بالرسم بتطلعيها. اوكي يا كريستينا، بدي اياكي تختاري رقم من 1 لـ20 لحتى اسالك السؤال. 5. رقم 5. كريستينا طلع لك البونس يلي هو رح ينزل اسمك دغري بالسحب من دون
ما تسألك سؤال ومش بس هيك، رح تربحي معنا جائزة فورية يلي من الجوائز اللي قلناهم بأول الحلقة، ورح نبعث لك اياها نحن ورح نتواصل معك، اوكي يا كريستينا؟ يعني ما قدرت تشوف شو هن. بتشوفيهم يمكن، نحن بنحكي معك. نحن بنرجع بنتصل فيك. نحن بنرجع بنتصل فيك، وفيك على صفحتنا على الفيسبوك تفوتي وتشوفي البرومو الأول تبع الحلقة، بتعرفي شو هن الجوائز تبعك. اوكي. باي. واكيد اصدقائنا ما تنسوا انه تفوتوا على الفيسبوك تعملوا لايك للصفحه اللي عنا اياها يلي هي فيكم تلاقوها يا ابطال الكتاب يا بايبل هيروز. بايبل هيروز. اوكي كارين، كنا عم نحكي لاصدقائنا انه اذا حطينا بظروف صعبه مثل ما انحط دانيال واصدقائه بعاد عن بلدهم، الله ما بيترك الانسان وين ما كان. انت بس كون عم تحكي مع الرب، تصلي للرب وتطيع الرب بكل شيء، رح يكون معك ورح يكون عم يساعدك باي ظرف انت انحطيت فيه. مظبوط، ومثل ما بنشوف بدانيال هلا وقت نكمل القصه بنشوف انه دانيال لانه كان يحب الله ولانه ما قبل وضله مصر انه هو يطيع كل وصايا الله تعرض لكثير اخطار. بتعرف شو اكبر خطر تعرض له؟ بعرف شو هو اكبر خطر. طب قوله. انا بدي اقول لكم، اصدقائي بيوم من الايام الملك داريوس يلي اجى دانيال عاش بعصر اكثر من ملك، بمره من المرات الملك داريوس اصدر قرار، اجوا الوزراء لعنده قالوا له انه انت بدنا اياك تصدر قرار ممنوع حدا يصلي غير لك وممنوع حدا يطلب غير منك يا سياده الملك يا حضره الملك داريوس. وقتها بتعرف ليه قالوا له هيدا الشيء للملك؟ ليه؟ لانه كانوا يشوفوا دانيال وكانوا يغاروا من دانيال لانه لقوه انه هو نال رضا من الملك بشكل كثير كبير اكثر منهم، فقرروا انه مثل يعملوا له مكيده صغيره كرمال يقتلوه. صح، ودانيال اصلا لانه كان عم يصلي لله دائما وما كان يترك ابدا هيدا الشيء، كان بيحب الرب، كان ملتزم معه بالصلاه. فيوم من الايام امر الملك هيدا القرار انه ممنوع حدا يصلي او يطلب من اي حدا ثاني غير من الملك لمده 30 يوم. وهيدا الشيء اكيد كان كثير صعب على دانيال لانه دانيال كان يصلي كل يوم لله. صح. بس دانيال سمع او لك فرقت معه؟ ما بظن، يعني دانيال القصه بتقول بالكتاب المقدس انه دانيال كان عم يصلي وشباك الغرفة تبعه مفتوح وما كانت فارقة معه ابدا، كان المهم يكون عم بيطيع الرب. وعن جد يعني خلينا شوي هيك نتخيل، اوقات بنقرا قصة انه هيك منقطع عليها، بس تخيل انه الملك اوكي اصدر قرار انه نحن ممنوع نصلي له، ممنوع نصلي لحدا غير للملك، ونحن معودين انه نصلي لله ونحن بنحب الله وما بدنا نصلي له، واكيد ما بدنا نخالف وصيته، لانه هو بيوصينا انه نحن بس نصلي له لإله. صح. فراح دانيال فات لعنده على البيت وخلى كل شبابيك كان في يسكرهم ويصلي، بس هو ما قبل يعمل هيدا الشيء لانه اكيد هو كان واسي انه الله حيحميه حتى لو هو كان عم بخالف امر من الملك. صح. مشاهدينا بدي نوه على فكره معينه هلا بدي اقول لكم اياها. نشكر الرب اولا بايامنا ما في ملوك ورؤساء بتمنعنا انه نكون عم نصلي للاله تبعنا، وعن جد انا بشجع انه تكون عم تشكر الرب من اجل هيدا الشيء، انه يمكن في غيرنا كثير ناس مش عم بيقدروا يصلوا لله. دانيال بهديك الظرف اللي كان صعب رفض انه يكون عم يخضع لهيك قرار، انه بيعرف انه الشيء الصح هو انه يكون عم بيصلي لله. وانا بحس انه شيء كثير صعب كان. مزبوط. عزار اكيد رح نتابع هيدي الفكره، بس عنا اتصال هلا. الو. الو. مساء الخير، تفضل. الو. الو. مين معي؟ غيث سوار من سوريا. تشرفنا يا غيث، قديه عمرك؟ عمري 13. 13. يلا يا غيث نقي رقم من 1 ل 20. 2. 2. السؤال رقم 2 بيقول 2. رقم 2. 2. الملك طلب من خادمه انه يجيب له فتيان حكماء ام مقاتلين. ما سمعتك. اوكي خليني اعيد لك سؤال. الملك طلب من الخادم انه يجيب شباب فتيان حكمة او جهلة او مقاتلين او رياضيين. واحد. رقم واحد. خلينا نشوف الجواب اذا صح او لا. اوكي وجواب صح يا غيث. غيث بدي اسالك سؤال، انت بتعرف شو معنات حكماء؟ نعم سمعت. بتعرف شو معنات حكماء؟ ما عم بسمع. اوكي يا غيث بدي اسالك، انت بتعرف شو معنات شخص حكيم؟ حكيم يا غيث مش يعني معنات حكماء؟ نعم مزبوط. حكماء يعني فهمانين يعني بيفهموا. برافو عليك يا غيث،
اوكي بدي اقول لك باي هلا وانطرنا تابعنا نهايه الحلقه لنشوف مين راح يكون بطل الحلقه اليوم. بتعرف اوقات فينا نغلبط بكلمه حكماء، معقول تكون دكتور يعني حكيم بحكم، معقول تكون انه يكون شخص ذكي. كرن هلا انتم عندكم بلبنان بتقولوا حكماء للدكتور، بس عندنا بسوريا الدكتور هو الدكتور والحكيم هو شخص ذكي اللي بيعرف حكيم. هو اللي عنده المعرفه. دانيال كان بتميز بهيدا الشيء، هو واصدقائه كان عندهم حكمه، كان عندهم ذكاء، كان عندهم معرفه، وهيدا الشيء ما اجى هيك، هذا اجى انه كانوا عم بيطيعوا الرب، لانه كل امر وكل موضوع كانوا يستشيروا الله فيه. وانا بشجعكم اصدقائي اذا في اي موضوع عم بتفكروا فيه وما بتعرفوا شو تجاوبوا وما بتعرفوا شو هو، روحوا لعند الله صلوا واسالوا وبتعرفوا شو هو الشيء الصح. واكيد الله رح يعطيكم الحكمه انه تكونوا انتم عم بتجاوبوا اذا كنتوا عم تنسالوا اي شيء، او تكونوا عم تظهروا من ظرف صعب انتم عم تقطعوا فيه. عزار حنتوقف مع بريك حاليا. نرجع معكم مشاهدينا وبنتابع، وفي معنا اتصال هلا. الو الو، هاي هاي، مين عم يحكي معي؟ زكريا. زكريا؟ نعم. شو عائلتك زكريا؟ جبور. جبور؟ ايه. اوكي، وين عم تحكي معي؟ من تونس. من تونس، اهلا وسهلا فيك من تونس. زكريا قد ايه عمرك؟ 12. زكريا بتحب الفوتبول؟ شو؟ بتحب الفوتبول؟ نعم. مع مين بالمونديال انت هلا؟ مع البرازيل. برازيل، يس. انا كمان مع البرازيل. انا كمان مع البرازيل، لابس اصفر اليوم. اوكي زكريا، بدي اياك تختار رقم من 1 لـ20 لحتى اسالك سؤال. 14. اوكي، رقم 14. اوكي، السؤال بيقول: طلب الأشرار من ملك داريوس إيقاف. الاحتمالات بتقول الطعام أو الصلاة أو الرقص أو الرياضة. كان بوقتها يا زكريا الأشرار كانوا هن غيرانين كتير من دانيال لأنه كان عم بيعمل شيء معين. شو هو؟ الصلاة، الرقص؟ ثلاثة. يعني الصلاة؟ نعم. خلينا نشوف الجواب. اوكي، برافو عليك يا زكريا وجوابك صح. رح ينزل اسمك هلا بالقرعه لنشوف بنهايه الحلقه مين رح يربح جائزه اسبوع. باي زكريا. واكيد ضلكم عم بتتابعونا لاخر الشهر كمان لانه زكريا نزل اسمك بالسحبه الشهري كرمال تكونوا عم تربح التابلت. اوكي مشاهدينا، بدي ارجع اذكركم الارقام قدامكم على الشاشه، اتصلوا اكثر لحتى يكون عندكم فرصه تربحوا الجائزه تبع اليوم. واكيد ما تنسوا صفحتنا على الفيسبوك، فوتوا اعملوا لها لايك وتضلكم عم تتابعوا اخبارنا لانه في سر كتير صغير هيك ما نقلكم اياه، رح يكون عم ينزل سؤال مش حنقلكم اي متى لتضلكم عم تتابعونا، وهذا السؤال معقول ما يكون عن يعني معقول ما يكون عن الانجيل، معقول يكون مثلا عزار شو كان لابس؟ صح، وهلا بدنا ناخذ اتصال. الو الو الو، مين عم يحكي معي؟ ناردين من سوريا. نادين من سوريا؟ ناردين من سوريا، اوكي. شو عائلتك ناردين؟ شراش. اوكي، من وين انت؟ من اي محافظة؟ من سوريا. اهلا وسهلا فيك من سوريا، وانا من سوريا من مدينة حلب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. وانا من لبنان. اهلا وسهلا. اليوم مشاهدينا اكثر شيء من سوريا. اوكي مشاهدينا، بدي اذكركم رجعوا اتصلوا معنا. ناردين، بدي اياكي تختاري رقم من 1 لـ20. 1. اوكي، رقم 1. والسؤال رقم 1 بيقول: شو كان اسم الملك يلي كان عايش بايام دانيال؟ نبوخذ نصر، نبوخذ زنجر، نبوخذ بنزر، نبوخذ بزر. 1. اوكي، نبوخذ نصر. خلينا نشوف جواب. برافو عليك نبوخذ نصر، جوابك صح. رح ينزل اسمك بالسحب لنشوف بنهايه الحلقه مين رح يربح. خليكي معنا. اوكي باي. عن جد غريب الاسامي، عن جد يعني بتلاقي صعوبه انه تخيل اسمك انت هلا نبوخذ نصر. ما كانوا بيعرفوا يلفظوه. انا يمكن ما كنت بعرف اسالك، عيط لك عن جد. مشاهدينا،
أنا كثير مبسوط إنه عم تكونوا قريتوا بالكتاب المقدس وعم تعرفوا المعلومات بسرعة، يعني حتى إنه عم تقول الاسم وهي واثقة منه. نبوخذ نصر ريانة منيح. معنا اتصال جديد. ألو؟ نعم. مساء الخير؟ ألو؟ مين معي؟ أيوه. ألو؟ ألو؟ مين معي؟ عم بسمعك؟ مارك من مصر. أي ألو؟ مارك؟ مارك من مصر. مارك. يا اهلا مارك. فيك يا مارك، شو العيلة؟ ايوه. قد ايه عمرك يا مارك؟ مش سامع. ما سمعتك. الو؟ الو، ايه يا مارك، عم بسمعك. 15. يلا يا مارك، نقي رقم من 1 لـ20، والحمر هن الارقام يلي نقون. نقي رقم 15. هو قد رقم 15. طب 13. لا فيك، هاي السؤال بيقول ماذا فعل دانيال عندما امر الملك داريوس توقف عن الصلاة؟ شو عمل؟ توقف استمر بالصلاة. جواب رقم 3 يعني؟ اوكي خلينا نشوف اذا جواب صح. صح. اوكي خلينا نشوف جواب اذا صح او لا. رقم 3 استمر بالصلاة. برافو عليك يا مارك، وجوابك صح، وراح ينزل اسمك بنهاية السحب تنشوف مين هو راح يكون البطل تبع اليوم. ومارك اكيد ضلك عم تقرا بالكتاب المقدس وضلك عم تتصل فينا لانه جاوبت كثير بسرعه، شكلك اكيد كنت قاري عن دانيال. باي باي مارك. اوكي كارين، شكل اصدقائنا كثير ريانين كتاب المقدس وكثير شاطرين وكثير مميزين. بدي خبرك شيء كان مميز فيه دانيال كثير. دانيال يا مشاهدينا اذا قريتوا بالكتاب المقدس كان مميز بانه الله اعطاه موهبه اللي هي تفسير الاحلام. مزبوط، وهيدا نحن اوقات كثير بنلاقيها انه بنشوف عالم كثير بتفسر الاحلام، عالم كثير بتحكي عن المستقبل، بس هيدا كان شيء كثير مختلف. دانيال ما كان هيك. دانيال كان عنده اياها موهبه من الله، الله كان عطيه اياها كرمال هو. اذا بنشوف وقت الملك نبوخذ نصر حلم كم حلم اللي هن كانوا حلمين، احفظوها لانه في سؤال كمان عنه، قدر دانيال انه يفسر له شو هن الاحلام لانه سال الله والله عطاه هيدا التفسير. صح. مشاهدينا بدي اقول لكم شيء، يمكن بهالايام مثل ما قالت كارين تشوفوا كثير اشخاص بيقول لكم انه هن بيعرفوا المستقبل وهن بفسروا الاحلام، بس ركزوا علي منيح، الله كان من زمان يعطي هيدي الموهبه، يمكن لهلا عم بيعطيها لاشخاص معينين لحتى يكونوا عم بيمجدوا الله، لحتى يكونوا عم بيخبروا عن شيء الله بده الناس تعرفه، بس هالايام عم بيطلعوا ناس بيقولوا انه بيعرفوا المستقبل وكثير اشياء وبيخوفوا العالم، بوقفوا العالم عن اشغالها. رجاء عرفوا شيء واحد، انه المستقبل ما في حدا بيعرفه غير الله. مزبوط. مشاهدينا ما تنسوا ان تكونوا عم تتصلوا فينا على الارقام اللي عم بتشوفوها وعم تتابعونا على الفيسبوك، وهلا رح نرجع نذكركم بالجوائز يلي هي لهيدا الشهر. لكل الفائزين معنا بابطال الكتاب، جوائز اسبوعيه عديده بانتظاركم. لاب ديسك، سمول جيم بورد، ايبود شافل وميموري فيديو كام. أما الجائزة الكبرى لها الشهر فهي تابلت أندرويد، وفي حال كان البونيوس من نصيب حدا منكن فجوائزنا إلكن هي بوكيت فوتو فيور، الكتاب المقدس المصور، مونوبولي الكتاب المقدس، ماجنت ساينس، والكتاب المقدس بالصوت على سي دي. جوائز كتير حلوة عن جد، يا ريت أنا قادرة أربح جائزة واحدة منهم. عم فكر أتركك تصير أنت عم تقدم لحالك وأطلع أتصل. لا المشاهدين أكيد تعودوا عليك من أول يوم وبدهم يشوفوكي كل أسبوع. عزار كنت عم تقول عن تفسير الأحلام، وكنت عم تقول إنه هيدا الشيء كتير منشوفه هلا حاليا، مثل عالم عم بتفسر أحلام، وهيدا الشيء ما بيكون أوقات من الله، يعني أوقات عالم بتفسر من عنده أو لا. بس خلينا عن جد لما نحن نكون عنا حلم أو لما عنا سؤال نكون عم نسأل من عالم هن بحبوا الله، عن جد عايشين بطريقة كتير أمينة لله، وقتها نسألهم بيروحوا بيسألوا وهن بيجيبوا لنا الجواب من عنده. أكيد. أصلاً إذا عندكم أي سؤال أصدقائي وبدكم تعرفوا شو هو، في شيء واحد، روحوا ركعوا قدام الرب وصلوا وهو راح يخبركم أكيد شو هو الشيء اللي بدكم تعرفوه. مزبوط، لأنه نحن منآمن بإله عن جد بيسمعنا، عن جد بيجاوبنا، وعن جد بخلصنا من كل الأوقات نحن بنكون عم نقطع فيها. يعني أنا شخصياً ولا مرة رحت لعند الله، كنت دايماً روح لعنده
اساله. اوقات كنت تكون تعبانه واوقات كان يكون عندي كثير مشاكل، بس الله كان دائما عنده الجواب، كان دائما يجاوبني وكان دائما يحمينا ويخلصني من الظرف يلي انا عم بقطع فيه. فاكيد هيدا الشيء لكم مشاهدينا. صح مشاهدينا، بدي ارجع اذكركم بالارقام يلي قدامكم على الشاشه، اتصلوا فينا مثل ما عم تشوفوا كثير اشخاص اتصلوا، بعد اياكم تتصلوا لحتى تكون الجائزه عم بياخذها شخص ويكون في هيك حماس ويكون في منافسه بيناتكم، مش بس هيك لحتى اعرف انه انتم عن جد قريتوا بالكتاب المقدس وانه انتم عن جد كنتوا عم تتابعوا بهذا الاسبوع القراءه كل يوم. وبتعرف عزار في شيء كثير هيك انا بلاقيه مميز بشخصيه دانيال، غير انه كان عنده موهبه تفسير الاحلام، انا بلاقي كان عنده موهبه ثانيه يلي هي قد ايه كان يوثق بالله. تتذكر كنا عم نخبر باول حلقه انه وقت الملك منع الكل انه يكونوا عم بيصلوا لمين ما كان بس يكونوا عم بيصلوا له، دانيال ما عمل هيدا الشيء، راح وصلى للاله يلي هو بيعبده وصلى هن والبواب كانوا مفتحين وكانوا الشبابيك كمان مفتوحين. صحيح. وقتها شافوه، مين شافه؟ شافوا الاشخاص الوزراء اللي كانوا بالمملكه يلي خبروا داريوس قالوا له انه بليز حط هذا القرار ومنع انه ما حدا يقرا يحدا يصلي وما حدا يكون عم يعبد حدا غيرك انت يا سياده الملك داريوس. مزبوط، وهن انبسطوا وراحوا لعند الملك مبسوطين انه لقطوا دانيال. بس يلي صار هو انه اوكي الملك اخذه لدانيال وحطه بحفره اسود، يعني حفرة مثل هيك حفرة كتير كبيرة مليانة أسود، وأكيد كانوا أسود جوعانين، كانوا مجوعين مش كتير. كانوا مطعمينهم، كانوا مجوعينهم ناطرين هيك مثل فريسة جديدة تنزل، وحطوا لدانيال بقلب هيدا الحفرة. بس يلي صار كان شيء عن جد كان عجيبة، دانيال طلع وما فيه ولا شيء والملك تعجب. مش بس هيك، الملك كتير فرح وأمر أنه الكل لازم يكونوا عم بيعبدوا هيدا الإله، ومسك هدول اثنين الوزراء وهو كبهم بجبل أسود. عزار انت قولك هيك اذا حطيت انت عن جد مع اسود شو حيكون شعورك؟ حسك بتخاف من عنكبوت اذا بتشوفه. مش من عنكبوت يعني، بس انه قبل ما اوصل كون خفت. مشاهدينا بدي اقول لكم شيء، الاله يلي كان مع دانيال من زمان هو اله موجود، اله معنا حتى هلا رح يكون دائما موجود، مثل ما كان مع دانيال وساعده بجبل اسود، انتم كمان يمكن عم تمرقوا باوضاع وظروف كثير صعبه، مخاطر، في كثير اشياء صعبه عم تصير حواليكم، ما تخافوا، اتكلوا على الرب يسوع، هو رح يكون معكم، رح يقويكم، رح يعطيكم السلام، رح يعطيكم الفرح. ومثل ما كان عم بقول عزار، نحن منآمن بإله يستطيع كل شيء، يعني ما في شيء بيوقف بوجهه، وأكيد أنتم بتآمنوا كمان بذات الإله، مثل ما دانيال الأسود ما قدروا يقربوا عليه، وأكيد لما رجع انكب حدا ثاني، زاد حدا ثاني بهيدا الحفرة، أكيد انأكل، أم لا؟ شو قولك؟ أكيد. فالله حمى دانيال والله ما خلى الاسود تقرب عليه، فاكيد بيقدر يحميكم من حيلا شيء عم تواجهوه، وبيقدر يخلصكم من حيلا شيء انتم واقعين فيه. صح مشاهدينا، بنرجع للموهبه اللي كانت عند دانيال يلي هي موهبه تفسير الاحلام. الملك نبوخذ نصر بهذيك الوقت حلم حلمين، احد الاحلام كانت انه الملك بيوم من الايام شاف شجره كثير ضخمه وعظيمه وكبيره كثير كثير، وطلب من السحرة والأشخاص الموجودة عنده أنه يجوا ويخبروه هذا الحلم. لكن يلي صار أنه ما حدا من الأشخاص يلي السحرة ومفسرين الأحلام اللي كانوا عنده، ما حدا منهم عرف يفسر هذا الحلم. مزبوط، ما حدا قدر يفسر له إياه، ورح نكمل هيدا الفكرة. معنا اتصال هلا. هاي ميرفت. ألو ألو، هاي ميرفت، تفضلي عم بسمعك. إيه؟ أدي عمرك يا ميرفت؟ هاي ميرفت، بس بدي اعصبك تسمعينا من التليفون وتوطي بليز صوت التلفزيون. ميرفت بس بدي اعصبك تكوني عم تسمعينا من التليفون. عمري 14 سنة. ميرفت من مصر؟ عم تحكينا من مصر؟ 14 سنة. اوكي عمرك 14 وانت من مصر. يلا يا ميرفت نقي رقم من 1 ل 20. بدي اياك تختاري رقم ستة؟ ستة. اوكي رقم ستة، شوف على الشاشة. رقم ستة بيقول في حلم نبوخذ نصر الأول، أول حلم، شاف تمثال راسه من شو؟ نحاس أو خشب أو حديد أو ذهب. ثواني. بعد معك 25 سنة. لا فكرة أكثر، مش نحاس.
كان تمثال كثير عظيم كثير عظيم، تمثال كبير، شو ممكن يكون راسه؟ الو؟ ايه من ذهب؟ 12 ثانية من ذهب؟ اه اوكي، خلينا نشوف جوابي صح او لا. اوكي برافو عليكي، جواب صح، والتمثال كان راسه من ذهب، واسمك هلا رح ينزل بالساحة بنهاية الحلقة. مبروك يا ميرفت، باي. ميرفت أكيد ضليك عم بتتابعينا لآخر الشهر لأنه اسمك كمان نزل بالسحب الشهري، كما يكون عندك الفرصة لتربح التابلت. نبوخذ نصر وقتها حلم هيدا الحلم، هو حلم تمثال كتير كبير راسه من ذهب، وكمان شاف الإيدان، كانوا الإيدان من شو قولك؟ من فضة. من بتربح معنا؟ لا ما بتربح. وكان الحلم كتير يعني هيك، هو ما كان قادر يفسره، وقتها وعي دغري بعت ورا السحرة وكان عم بيقول لهم يفسروا له هيدا الحلم، ما كان حدا قادر يفسر له اياه. هذا الحلم الأول. أول حلم مزبوط، وهو كان حاطط مثل عقاب، يلي ما بيقدر يفسر له الحلم رح يقتلهم ويكبهم كلهم. مزبوط، ووقتها ما حدا قادر يفسر هيدا الحلم، بعت ورا دانيال. صح، دانيال مش بس عرف إنه يفسر الحلم، دانيال راح عند الملك، طبعاً أول شيء دانيال راح صلى للرب أكيد لحتى ياخذ هيدا الشيء من عند الرب، وراح لعند الملك خبره شو هو الحلم وبعدين فسر له إياه. وكمان خبروا اياه، يعني شيء كثير غريب انه قد ايه هيدي الموهبه كانت عند دانيال، كانت كثير مهمه لدرجه انه راح، واذا بنشوف بثاني حلم كمان حلمه كان الحلم كثير صعب لانه شاف حاله انه هو مثل الملك، انه عم بيجن وعم بيركض وعم بيصير مثل حيوان، فكان هذا الشيء صعب، ودانيال ما خاف يفسر له اياه، وثق بإلهه وفسر له اياه. اكيد نتوقف معكم مشاهدينا باعلان. نرجع معكم مشاهدينا بحلقتنا اليوم يلي هي عن دانيال. مشاهدينا ما تنسوا تكونوا عم تتصلوا فينا، يلا قوموا بسرعة اتصلوا لأنه اليوم حلقتنا كتير مميزة وأكيد فيها جوائز كتير مهمة. أكيد أنا أصلاً مش عم شوف كتير أسماء، لازم تتصلوا معنا لحتى يكتروا أكتر ويكون عندكم فرصة تربحوا بالجائزة تبع اليوم. مش بس هيك، الجائزة الشهرية كمان. أكيد ما تنسوا تكونوا عم تفتحوا صفحة الفيسبوك، تعملوا لنا لايك لأنه إذا ما عملتوا لايك للصفحة ما بتقدروا تدخلوا عليها، لأنه مثل ما قلت لكم عن السر الصغير يلي حيكون بيناتنا هو إنه حينزل سؤال، حنكون عم نسألكم عن شيء صار بالحلقة. أنا بقول مثلا يمكن نسألكم شو كنت لابس أنا اليوم بهي الحلقة؟ شو كان لون التيشيرت تبعي؟ مزبوط، أو شو كان ثاني سؤال سألناه؟ أو يمكن شعري لأي طرف؟ أو حنقلهم كل الأسئلة وحيعرفوا شو هي. أوكي مشاهدينا، بنرجع نذكر بشخصية اليوم اللي هي دانيال. النبي دانيال هو أحد الأنبياء اللي كانوا بالعهد القديم، حكينا أنه كان شخص مميز، شخص عنده معرفة، عنده حكمة، وكان عنده موهبة أنه بيفسر الأحلام. وكان قصة في عليه قصة كتير حلوة، أنه اختبر حماية الله لما كبوه بحفرة الأسود، واختبر كمان قد ايه بيوثق بالله. ما بعرف ليه انا كثير عم كرر هيدا الشيء اليوم، بس انا كثير بتاثر فيه انه عن جد نحن نكون عم نوثق بالله، لانه اذا ما عندنا ثقه بالله ما حنقدر نعمل شيء بحياتنا. كل ما نكون عم نوثق فيه اكثر واكثر، كل ما نكون عم نتكل عليه، حتى ان كان بمدرستنا بفحوصاتنا، بعرف مشاهدينا انه نحن هلا عندنا فحوصات اخر السنه، فاكيد اتكلوا على الله، اكيد ادرسوا، بس كونوا عم بتصلوا وطلبوا من الله انه يكون عم بيساعدكم بفحوصاتكم. صح مشاهدينا، بنرجع للحلم الثاني يلي حلمه الملك نبوخذ نصر ويلي راح فسر له اياه دانيال. وكان هيدا الشيء مثل ما كنت عم بقول لك انه كان بخوف لدانيال، يعني تخيل انه انا عم بروح مثلا لعند المخرج اليوم، اوكي هو حلمين حلم، عم بشوف حاله انه مثل كانه عم بيركض مثل حيوان، فانا عم فسر له هيدا الشيء بشكل كثير جريء، هيدا الشيء كثير بخوف لانه معقول يشحتني من شغلي. صح، دانيال ما خاف ابدا، كان واثق بانه الله قال له روح فسر الحلم، الله بعته لهداك المحل انه راح يفسر وما خاف ابدا، راح عمل شيء اللي طلبه الله منه. وفسر له اياه بكل جرأه، فسر له اياه يعني بالتفاصيل، وبتكتها ما خاف، ليه؟ لانه كان اخذه من الله، يعني انا لو كنت شخص رايحه عم فسر عن شيء ومش اخذته من مصدر موثوق يلي هو الله كنت حخاف وكنت حاتردد. بس لانه دانيال كان عارف انه هو اخذه من الله يلي ما حدا بيقدر عليه يلي ما في مثله، راح بكل ثقه وبكل جرأه وقف قدام الملك وفسر له اياه وما خف. اكيد، وقال له للملك يا ملك انه انت راح يجي وقت وراح تصير مثل الحيوان يلي تركض تحت الشجر بالبريه، وحتى قال له رح تكون عم تاكل العشب، تاكل من العشب يلي بالارض. وبالفعل هيدا اللي صار مع الملك نبوخذ نصر، كان واقف وشاف المملكه وحكى وقال انه هاي المملكه انا عملتها وهيك وما بعرف شو،
انه انا الملك العظيم وهيك، فكان هذا الاساس اللي صار الملك نبوخذ نصر انه انزت وصار مثل الحيوان وصار ياكل من العشب. بس بعد سبع ايام مزبوط، بس مشاهدينا سبع أزمنة. مشاهدينا في شيء خلته لدانيال يكون عم بيعمل هيدا الخطوة الجريئة، اوكي، هو انه اكيد كان واثق بالله، بس كان عارف انه حتى لو كان عم بيقول الحقيقة الله رح ينقذه من الموقف يلي كان كتير صعب. فينا ناخذها كمان بالنسبة لنا، قد ايه منكم مشاهدينا اوقات هيك اهلكم بيجوا بيسألوكم خلصتوا درسكم؟ بتكونوا انتم انه ما كثير مخلصين درسكم، دارسين نص الدرس ام عاملين نص الفرض، ويمكن مش مبلشين بعد. شو بتقولوا لهم؟ انا بنصحكم انه عن جد تكونوا صريحين معهم، تقولوا لهم خلصنا ام ما خلصنا، لانه الصراحه هي بتوصل لمحل حلو، والله بحب لما نحن نكون صريحين. اوكي، بناخذ اتصال معنا. الو. الو. هاي، كيفك نوره؟ هاي. من عم اهلا فيك يا نوره، من عم تحكينا؟ مليحة الحمد لله. اهلا وسهلا فيك. من العراق الحمد لله. فيك تسمعينا من التليفون؟ توطي شوي صوت التيفي التلفزيون. من العراق الحمد لله. اوكي نوره، انت من العراق صح؟ ايه من العراق. انت وعائلتك كلكم عم تتابعونا؟ ايه. اوكي، بدي اياكي تختاري رقم من 1 لـ20. ايه. 8. رقم 8. بشوف السؤال. 8. اوكي. دانيال كان رئيس الحكماء على جميع الجهلاء او الحكماء او الاذكياء او الاطباء. معك 25 ثانية. دانيال كان رئيس الحكماء على مين؟ على مين كان رئيس؟ كان رئيس على الحكماء على مين؟ رقم 2. فكرة أكثر يا نورة. الأذكياء. هلا هو كان رئيس الحكماء. خلينا نشوف الجواب. نعتذر منك يا نورة. كان رئيس على الحكماء، ما تزعلي، خليكي معنا، تابعي معنا هيدي الحلقة. وكوني معنا، اشتركي معنا بالاسبوع الجاي كمان لحتى يكون عندك فرصه تربحي معنا. باي نوره. باي. وقتها كمان وقتها لانه دانيال كان مميز، ولانه نبوخذ نصر ميزه كثير لدانيال، وكان عن جد حكيم دانيال، يعني كان ذكي وكان بيفهم وكان الله عطيه مواهب، حتى وقتها رئيس على الحكماء. اوكي، ناخذ اتصال. الو. هاي. هاي، مين عم يحكي معي؟ سام. سام؟ شام. ايه. شام من وين؟ من سوريا، بس هلا عايشة بلبنان. انت من سوريا، مثل اسم العاصمة، انت كثير اسمك حلو. قد ايه العمر يا شام؟ 7 سنين. يلا يا شام، نقي رقم من 1 لـ20، لأنه ما نايك تربح جايزة اليوم. 2. 2 أخذوا وتنقى يا شام، شو بدك تختاري غير رقم؟ 3. رقم 3. أوكي، السؤال بيقول ما هو الاسم الذي أطلقه رئيس الخدم على دانيال؟ يعني دانيال لما اخذوه وحبسوه عطوه اسم جديد، سموه غير اسم، شو هو؟ بلتا خنصر او بلتا شصر او داني او الجوني؟ داني. لا، داني اسم يمكن هالايام. الثاني. الاحتمال الثاني، بس داني اسم جديد، يعني اسم هالايام كانوا يسموه، من زمان ما كانوا يسموه داني. شو قولك؟ شو بتقولي؟ انا بقول مش داني، لا اي شيء ثاني. وانا بدي اسال. اوكي خلينا. انا كان بدي اساعدك، عم بقول لك انه داني اسم من الاسماء هلا، ما كان في من زمان اسم داني، بس مش مشكله، بقول لك باي، تابعينا بالحلقات الجايه وشاركي معنا حتى يكون عندك فرصه تربحي.
غير له اسمه لدانيال، هذا الشيء هيك مميز وبيلفت النظر كثير، ودائما كانوا يعملوه، خصوصا انه دانيال وقتها انأخذ وانأثر بمملكة بابل كان عندهم لغة تانية، فمشان هيك الملك غير له اسمه وسماه بلتشصر. يمكن كانوا يحاولوا يركزوا على شيء انه ينسوا الشخص من وين اجا ومن وين هو، وهيك كانوا يعملوا الأسرة هذيك الايام. مشاهدينا بدي اقول لكم ما تنسوا من انتم، تذكروا انتم دائما اولاد الله، وانتم الرب يحبكم كثير، شو ما صار خلوكم معه دائما. بدي اذكركم انه تقروا بالكتاب المقدس، هدول المعلومات اذا بتقروا بالكتاب المقدس رح تكونوا عم تشوفوها. وبتعرف بلتشصر كان له معنى يلي هو الحائز على رضا بيل يلي هو آلهة الأرض، يعني شيء مهم مش انه سميه هيك حيلا اسم. هيدا اسم كان تبع دانيال بلتشصر، تفسيره مزبوط. اوكي مشاهدينا، وكمان نذكر مشاهدينا بصفحتنا على الفيسبوك كونوا عم تتابعونا مشان السر الصغير يلي هو بيناتنا، السؤال يلي رح ينزل وتعرفوا تجاوبوا عليه شو هو، رح تربح معنا شيء كثير حلو، واكيد كمان في معنا جوائز، اتصلوا معنا لحتى نكون عم نعطيكم فرصه تربحوا معنا بهيدا الجائزه. واكيد نحن بننبسط انه تكونوا عم بتشاركوا معنا، لانه نحن بهمنا انه تكونوا عم تقروا بالكتاب المقدس وتكونوا عم تعرفوا عن الشخصيات يلي رح نكون نحن عم نسال عنها، مش بس كرمال تربحوا معنا، بس كرمال تكونوا عم تقروا اكثر، تطبقوا القصص يلي بتقروها بالكتاب المقدس، تطبقوها على حياتكم الشخصيه، لانه انا اذا بدي اقرا الكتاب المقدس وما عم بيكون عنده تاثير شخصي علي كانه عم بكون ما عم بقرا. صح، وقصة دانيال بتعطينا كثير عبر ومعاني لحياتنا، بتعطينا نكون امينين مع الله، نكون عم نصلي لله، نكون شو ما بيقلنا الله نعمله، ما نكذب، نكون صريحين بكل شيء عم نقوله. وبتعرف عزار انا بشوف انه هذا الشيء يمكن انت اختبرته اكثر، انت كنت عايش بسوريا وبعدين جيت على لبنان، يمكن كان هذا الشيء هيك شوي صعب عليك لانه تركت عائلتك وتركت رفقاتك واصدقائك وتركت كنيستك وجيت على محل جديد. صح، عم تتعرف على اصدقاء جداد، عم تتعرف على عائله جديده، عم تتعرف على كنيسه جديده، قد ايه كان شيء صعب؟ عن جد كارن انا هي دائما بروح بخبرها لكل الناس يلي بتعرف عليهم انه انا تركت اهلي وتركت عائلتي وتركت بلدي والرب حطني نكون بهون بلبنان، عن جد الرب ما تركني ولا ثانيه، ما تركني ولا دقيقه، ما تركني ولا ساعه، كان عم يمسك بايدي ويكون كان عم بيساعدني بكل شيء وعطاني كثير اشياء حلوه بكون عم شاركها معكم. حلو هيدا الشيء، خصوصا لما نشوف انه قد ايه الله عم بيشتغل بحياتنا، قد ايه الله عم بيساعدنا، وقد ايه نحن عم نكون عم نقدر نخبر عن شو عمل الله بحياتنا لغيرنا، لانه لما عزار يكون عم بخبرني عن قد ايه الله ساعده بحياته، عن قد ايه كان حده، كان هو عائلته، كان هو رفيقه، حتى لو ترك كل شيء واجا لهون، انا مثل بيتاكد لي اكثر واكثر انه عن جد نحن منآمن باله حي، عن جد نحن منآمن باله هو بينا وخينا ورفيقنا، هو عائلتنا بالنسبه لنا، لازم انتم مشاهدينا تكونوا عم بتآمنوا كمان بهيدا الاله، لانه هو ما حيترككم ابدا. مشاهدينا بدي ارجع اذكركم بالارقام يلي عم تطلع قدامكم على الشاشه، اتصلوا فينا ولحقوا لان الوقت صار كثير قصير، خليكم عندكم فرصه انه تكونوا عم تشاركوا معنا، بلكي بتربحوا جائزه اليوم. مزبوط، وانا يعني كثير مبسوطة انه عم بسمعكم وعم تتصلوا فينا وعن جد عم بتشاركوا وعن جد عم تعرفوا الاجوبة، لأن هيدا الشيء ببين انه انتم عن جد عم تقروا بالكتاب المقدس، وهيدا هدفنا عن جد مشاهدينا انه تكونوا عم تتعمقوا اكثر بالكتاب المقدس، تكونوا عم تعرفوا اكثر، لأنه ما في غير يسوع هو يلي بيعطينا السلام بحياتنا، ما في غير يسوع هو يلي بيحمينا، ما في غير يسوع هو السبب لكل شيء. اوكي، كارن مشاهدينا حلقتنا قربت على نهايتها، وهلا بالاخر بدنا نكون عم نسحب الاسم يلي رح يكون بطل الحلقة اليوم ويربح معنا الجائزة. أنا حأسحب الاسم. تفضلي كارين. مش حقلك مين. طب بدي أعرف. نهيل. مبروك يا نهيل. نهيل ربحت معنا من سوريا. من سوريا. ربحت معنا اليوم وكانت بطلة تبعنا، بدي هلا نهيل ربح معنا وبدي أشوف شو هي الجائزة اللي رح تكون عم تاخذها اليوم. بدنا نسحب هلا. ربحت معنا فيديو ميموري كام لحتى تكون عم تصور فيها وتعمل اشياء كثير حلوه. واكيد فيك تكون عم تبعث لنا الصور تبعك على صفحه الفيسبوك كرمال نكون عم نشوفها وكرمال نكون عم نتعرف عليكم مشاهدينا اكثر واكثر. اوكي، وهلا بدنا نشوف شو ربحت معنا لليوم.
مبروك لبطل جديد من أبطال الكتاب، والجائزة هي عبارة عن ميموري فيديو كام. ألف مبروك. أوكي مشاهدينا، وصلنا لنهاية الحلقة. بدي أقولكم أنه ما تزعلوا، الأشخاص اللي ما ربحوا معنا اليوم ما تزعلوا أبداً، في عندكم فرصة أسبوع الجاي أنه تكونوا عم تشاركوا بالبرنامج تربحوا معنا الجائزة، ينحط اسمكم بالسحب الشهري، وهذا الشيء رح يكون عم بيزيد نسب الفوز. يعني إذا شاركت اليوم وشاركت المرة الجاي رح ينزل اسمك المرتين بالمنافسة على السحب الشهري. مزبوط. مشاهدينا حلقة الجاي رح تكون بهيدا الوقت، رح تكون كمان عن دانيال، فكونوا من هلأ لوقتها عم تقروا بالكتاب المقدس من إصحاح 1 لإصحاح 10، كونوا عن جد عم تقروا بالتدقيق، لأنه أنا بعرف أنه أنتوا قادرين تجاوبوا على كل الأسئلة حنسألكم إياها، وهيدا رح يكون عم بيتعبى بالكامل. نرجع نسكركم مشاهدينا بصفحتنا على الفيسبوك، كونوا عم تفتحوها وتقولوا وتخبروا أصدقائكم، ما توقفوا عند هذا الحد، أكيد عندكم كثير أصدقاء يمكن ما حضروا اليوم، يمكن حضروا ما قدروا يتصلوا، شجعوهم لحتى يكون هن كمان عم يشاركوا معنا ويعملوا لايك على صفحتنا على الفيسبوك ونكون كلنا أصدقاء بهذا البرنامج. عسار أنت كثير عم تنسى صفحة الفيسبوك، عم تذكرها بالآخر ليه؟ يمكن لأنه ما كتير فوت على الفيسبوك. أوكي. أنا بفوت كتير على الفيسبوك بس هلأ ما كتير، بس فوتوا حضرتكم على الفيسبوك، عن جد كونوا عم تعملوا لايك للصفحة وكونوا عم بتشاركوا، تبعتوا لنا صوركم، تبعتوا لنا أخباركم، ما تنسوا تتصلوا فينا. ناطرين اتصالاتكم. حلقة جاي رح تكون عن دانيال، افتحوا الكتاب المقدس على العهد القديم وقروا من إصحاح 1 لحتى 10 من سفر دانيال وتعرفوا شو هي القصة. مزبوط. نحن كتير عم نقلكم أنكم تقروا بالكتاب المقدس، بس في شيء كتير حلو أنه وقتا نقرأ بالكتاب المقدس حتى لو عم نقرأ زيت الإصحاح كذا مرة، دايماً الله عنده شيء جديد بده يقلنا إياه لحياتنا. صح. كل يوم عنده شيء جديد، كل يوم عنده شيء مختلف، كل يوم عنده شيء جديد لحياتنا الشخصية، لألي لعزار ولألكم المشاهدين. ولا مرة توقفوا تقروا بالكتاب المقدس حتى لو خلصتوه، حتى لو صرتوا قارينه كذا مرة، دلكم عم تقروا فيه. أكيد الكتاب المقدس بيعلمنا، بيزيدنا معرفة، بيزيدنا حكمة مثل ما كان دانيال وأصدقائه، بيعطينا كتير أشياء حلوة لحياتنا. أنا مشاهدينا بكون عم بشجع كل واحد فيكم ياخد قرار إنه كل يوم يقرأ شوي من الكتاب المقدس، وخاصة إنه عم نعطيكم نحن بهالأسبوع تقروا من محل لمحل معين اللي هو بسفر دانيال. وما تنسوا تقروا محل ما قلنا لكم، لأنه عن جد ما نايكم تكونوا عم تربحوا، عن جد ما نايكم تكونوا عم تاخذوا كل الجوائز وتتمتعوا فيها وتكونوا كتير مبسوطين. اوكي مشاهدينا، واكيد دانيال تكونوا عم تاخذوا كل شيء لحياتكم منه، تعلموا منه، كان انسان حكيم، كان انسان عنده معرفه، كان انسان بحب الله، وكان انسان مطيع. بنقول لكم بنهايه الحلقه باي.